السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عبد الله ماينور معكم في هذا الفيديو الجديد اللي أصور فيه لكم هذه التحفة الجميلة، هذه الهدية اللي وصلتني من يومين تقريبا، تعتبر من ضمن الهدايا الجميلة اللي وصلتني وفي نفس الوقت من أتعب الهدايا اللي استلمتها إلى الآن، لأنه هذه الدراجة وصلتني أجزاء صغيرة مثانية صغيرة، مطلوب منك إنك تركبها وصلة إلى أن تصبح بهذا الشكل. طبعا من الحماس لما شفتها ما مسكت نفسي فقمت أركبها، وأخذت مني تقريبا ساعة ونص إلى حد ما عرفت كيف أنهي هذا الشكل يعني. أوكي، فصراحة كانت رائعة جدا 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 هذه الهدية، عشان كده أصورها لكم. طبعا كثير منكم ما يعرف هذه الدراجة، هذه الدراجة كانت من ضمن أو كانت الأساس حقنا في بداية الثمانينات تقريبا، ومنتصف الثمانينات كنا الكل كان يمتلك هذه الدراجة. هذه الدراجة كنا نسميها دراجة أبو أسد، والمعروفة بدراجة الجوبيتير، أو اللي كان قبلها كمان دراجة فليبس واللاري، أعتقد لاري وفليبس. هذه دراجة رائعة جدا جدا جدا، للأسف إنها انقرضت، كانت منها يسموها بحصان، وحصانين اللي كان فيها الحديدة الثانية اللي موجودة هنا، وكانت فيها الطرمبة هذه. هذه الطرمبة برضو كنا نعبي فيها الكفر اللي كانت تتركب هنا، وكانت في شنطة المعدات طبعا، شنطة صغيرة تتركب هنا في الخلف، وكنا نزبط الدراجة هذه من إضاءة وأنوار وزبرقة وشطرطونات ودلع. صراحة زمان كنا مرة محترفين في الدراجات، أي دراجة كنا نفكها مسمار مسمار ونرجع نصلحها ونزبط كل شيء فيها، من لستك وكفرات والملقاط ودعاسات والجنط كله نسويها. هذا الكرسي اللي هو كان له ذكريات جميلة، كنا نركب فيه الرديف أو التميس أو إلى آخر من طبعا الجيل القديم كله افتكر هذه الدراجة اللي كانوا يسموها دراجة أبو أسد، عشان كده أنا أصور لكم هذا الفيديو حتى أذكركم بتلك الدراجة الرائعة الجميلة. وهذه التحفة صراحة جميلة جدا جدا جدا، تعتبر من أهم المقتنيات اللي حصلت عليها إلى الآن، فشكرا جزيلا لمن قام بإرسال هذه الهدية الجميلة لي، تحياتي واحترامي، شكرا لكم. واقعية بمعنى الكلمة صراحة، الأنوار، الفرامل الأمامية والخلفية، دعسات وجنزير، اسطبلات. طبعا كان في مولد هنا، اوكي، اللي هذا المولد كنا نركبه، كان سعره 25 ريال تقريبا، نركب فيه جميع أنوار هذه الدراجة أو هذا السيكل، والبطارية كنا نركبها برضه، كانت جميلة جدا فعلا. تحفة تستحق إنها تكون موجودة في كل منزل صراحة. دراجة الثمانينات أو السبعينات جوبيتير.